السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، وعيد فطر سعيد ومبارك على جميع عوائلنا العراقيين، خصوصا احنا اليوم جاي نشهد ايام عيد الفطر المبارك بعد انضاء شهر رمضان المبارك على العوائل العراقيه. احنا اليوم متواجدين بمكان جدا راقي، مكان كورنيش ابو نواس. طبعا المكان بالوقت الحالي يعني ما اعرف شلون اعبر عليه، انه مكان اليوم لا تشوفوه، هسه راح ننقل الصوره لكم فتشوفون روعه المكان، جمال المكان، مكان فقط للعوائل بايام العيد المبارك. فبالتالي راح ننقل لكم الاجواء ونشوف اجواء العيد مع عوائلنا العراقيين اللي موجودين هنا. فبالتالي اتمنى انه قبل لا نبدا انه بمحور الحلقه، فهي رساله لكل الناس اللي تشاهدنا، نتمنى انه بالايام القادمه نحافظ على هذا المكان، نحافظ على نظافه المكان، باعتبار احنا العديد من الاماكن اللي افتتحت في الفتره الماضيه دائما ما نفتقر لموضوع الصيانه وموضوع النظافه. فبامكاننا انه كمواطنين نعتبر هذا المكان هو جزء من بيتنا، جزء من مكاننا الخاص، حتى نحافظ عليه بأطول عمر ممكن. نتواصل وياكم، خليكم معنا. نعم مشاهد كرام، متواصلين وياكم، حجينا عيدك مبارك. نعم جميعا جميعا ان شاء الله سلامة. كل عام وانتم بخير ان شاء الله، الشعب العراقي جميعا. العمل هذا عمل وطني ومنجز. خلي حتى نوضح للناس انه نعم. اليوم المكان شلون شفته بشكل عام؟ والله منجز رائع جدا، ويعني سيد رئيس الوزراء احنا شفناه قبل اقل من شهرين بنفس المكان اللي وجه بانه نعم. هذا يكون متنفس يعني لضفاف دجله للناس، وبارك الله به. العمل صح الفتره كلش وجيزه نعم. ولكن انجاز جيد جدا، الا انه حتى العمل يبدو متكامل، والناس يعني فعلا تشعر انه هذا مكان معد لراحتهم. ومثلا ملاحظات البسيطه اللي يعني نرجو انه تؤخذ بنظر الاعتبار بالمرحله نعم. اللاحقه نعم. لتكميل هذا المشروع. انه المصاطب، شوفوا الناس مثل والدتكم او ابائكم نعم. المسنين ما يقدر يقعد شويه وما يقدر، لان ظهره يتقوس. قصدك التشوى ماكو اي حاط ملاحظه قيمه هذه، وتدري عوائل تجي اشكال نعم. يعني نعم. الناس لازم تراعين هذا، قضيه جدا مهمه. شيء الاخ، المصاطب قليله، الناس روح وين قاعدين نعم. على حواف المكان اللي هو توقف تتفرج على السياج. هو هم بس ولو تسمح لنا نعم. اليوم هو مو افتتاح رسمي، لا لا بس عند عمل هم نعم. كملوا انجزوا عمل. اقول لك القضيه انه ما مفتتح رسمي لحد الان، بس فتحوه ما يخالف بل العيد اي نعم. بس مو هاي ملاحظات حتى نعم. تاخذ من هذا الاعتبار. زين ليش الناس تضطر تروح تقعد على الحواف؟ روح باوع هذا المكان اللي احنا نوقف هالشكل حتى نتفرج نعم. لكن مضطرين لان ماكو مكان يمشي الانسان، يتعب شويه يريد يقعد، مع كلها نساء ورجال وكبار السن مصاطب ماكو نعم. هذا الشيء الا وقلت لك الحجر اللي راصفين به القاع ويا المدخل مال الممرات، والحجر الناس يعني تلوي رجله ويوقع. هذه اطفال ما يقدروا يمشون، نساء ما يقدروا يمشون. هاي ملاحظات اوليه نرجو ان تؤخذ بنظر الاعتبار، ملاحظات قيمه، وان شاء الله هذا العمل جيد. والسيد رئيس الوزراء يعني هذا توجهه و نوايا تجاه الشعب الجيده، واحنا نبارك هذا الشيء. وكل عام وانتم بخير جميعا. عايش الايادي، احنا نمشي العيد عندنا ان شاء الله. اي ان شاء الله. تسلم، شكرا جزيلا. عمو كل عام وانت بخير. انت بالف خير والشعب. شلون ام الحلوين؟ رحم الله والديك. شلون العائله؟ والله زينين. خلينا نشوف ذول الحلوين. احنا اليوم جبناهم منتزه كلش حلو نعم. بس هذا قليل بحق العراقيين يعني، هذا احنا مو اقل من هاي البلدان، مو اقل من الامارات وقطر والمانيا وفرنسا، يعني هذا فشيء قليل نعم، يعني هذا كلش قليل بحق الشعب العراقي. احنا نريد العراقي، الحكومه العراقيه الى تطلعات اكثر واكثر. يعني انا اقول ارد اعضد عن الموضوع وارد اقول بانه لمسات بسيطه غيرت بغداد بشكل كامل، انه طبعا افتتاح حديقه الامه، ترميم شارع المتنبي، اليوم افتتاح هيك مكان خاص للعوائل العراقيه، يعني هاي الشغلات البسيطة انه محتاجينها هواي. حجي راح اقول لك فد نقطة، بلد عراقي، العراق ميزانيته 120 مليار، هذا فشيء قليل. فعلا. هذا هسه المفروض الأرصفة مال العراقيين كلها ذهب. ذهب. يجون خدم يخدمونه. هسه احنا ما نريد ذهب، خلينا احنا قصدي يعني ميزان يعني. نعم. احنا نريد اشياء بسيطة، هو العراقي شو يريد؟ المي والكهرباء والخدمات. قابل يقول للحكومة تعال طوني الفلوس؟ لا فعلا. لو أنا غلطان. نعم. يريد له شارع زين، حديقة زينة. نوادي زينه، نظافه. هسه خلينا نسولف على موضوع انه اليوم الكليجه سويتوها شنو؟
تمر ومن تمر وحلقوم؟ اي تمر وحلقوم. كنا تلعب طفولتك بايام العيد؟ والله كنا نروح للزوراء لمدينة الالعاب للسينما. انت كنت ثقيل ايه. ما تروح للشوب، تروح الزوراء وتروح السينما. ذاك الايام كانت احلى من هسه. هسه العراقيين محرومين من واي اشياء فعلا. الله وكيلك، كانت حياة بسيطة ورخيصة. هسه اليوم ابو العائلة اذا يريد يطلع عائلته مو اقل من ورقة يصرف، مو اقل من 80 90. اليوم ايش قصروا؟ والله لحد هسه نقول الحبل عن جرة. حبل عن جرة. خلنا نشوف ولد حلوين. كل عام وانت بخير. وانت والي بخير. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. شو اسمك؟ حسن. حسن؟ ايه. شو راح تسوي بالعيد؟ العب يعني. شو تلعب يعني؟ يعني مثل شلون اقول لك؟ شلون تقول؟ دعابل؟ لو اتاري؟ اي يعني اتاري وذني عدي، دعابل، طوفه. ها ايش قد جمعت عيدية؟ عيدية 30,000 بجيبي. 30,000 زين. الدخل لحد الان ممتاز. يعني بعد 3 ايام 4 ايش قد يوصل؟ بعد بيت جدو وبيت خالو تروحون؟ توني. بعد منو ما رحت لهم؟ بس بيت اخت عمامي. عمامك، عمامك تقال. اي على ما توصل عمامك واصله 100,000. بالتوفيق. شلون الحلو؟ زين. كل عام وانت بخير. وانت بخير. عم بين خجول. انت الخجول يصر؟ ثالث. ثالث؟ ايه. شلون العيد؟ زين. ملابس العيد ذني؟ ايه. بس ذني بعد لو عندك غيرهم؟ لا عندنا غيرهم. انت اليوم الاول تلبس شكل، لبس الشكل، والثاني تلبس شكل، والثالث تلبس شكل. ايه. مو؟ ايه. لا عاد هاي ال 100 دولار راحت لك فدوه. ايه فدوه يا معود. هو المهم بس نترفع، نقول اللهم ربي يدفع هاي الغمه عن هاي الغمه، وترجع البسمه على وجوه العراقيين وعلى هاي الناس، لان احنا شعب مظلوم. فعلا. عانينا ما عانينا. فعلا. يعني هذا فشيء قليل، احنا الحكومه قبل هذا الشعب. صح صح لو لا؟ لو اني غلطان والله. صحيح. يعني احنا نتمنى من محمد الشياع السوداني، لانه هو يمكن اشرف رئيس وزراء اجى لهذه الفتره. زين. يعني نتمنى من الله ومن عنده ينظر على هاي الناس، يعني يفتح المشاريع، يفتح الاشياء هوايه. تعال. احنا يعني نتمنى من عنده هوايه اشياء. تعال احنا هسه الامنيه خلينا نوصلها من خلال الحلوه. شو اسمك؟ ليان. ها؟ ليان. ليان؟ شلونك ليان؟ كل عام وانت بخير. انت كل عام. حلو المكان والعيد؟ حلو. العيد حلو؟ وانت حلوه؟ انت حلو. الله اعطيني بوسه. زين شو تقول الرئيس الوزراء؟ حلو. حلو رئيس الوزراء. نقول له شويه دير بالك علينا بعد، افتح لنا هوايه اشياء. يلا شو تقول؟ ايامك سعيده وكل عام انت بخير. ايه قولي له شو تريد بعد؟ شو تريد بعد؟ انت ايش تبدي؟ هسه بابا يقول بعد نريد. نتمنى نشوفك. احنا نتمنى نشوفك. زين. عندنا حكي هواي وياك. احنا عندنا حكي هواي وياك. ها شنو هذا الحكي؟ ابوي يدك. الله يحفظها لك. ان شاء الله بنشوفكم ان شاء الله. تحياتي. رمضان العفو، عيد سعيد ان شاء الله عليكم. الله والديك. تحياتي لكم وللقناه ولكل الشعب العراقي. فدوه عمرك. يا ربي الله يوفقكم ويسعدكم. الله يسلمك. واجبنا هذا. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام، احنا بالتالي متواصلين وياكم من جمال هذا المكان، من جمال كورنيش ابو نواس، رغم انه العراقيين يعني ما طالبين هواي. كم مكان احنا اليوم اذا ردنا نحسبهن، المتنبي، حديقه الامه، كورنيش ابو نواس، غيرت شكل بغداد بالكامل. اليوم المتنفس اللي جاي نشوفه، العوائلنا اللي موجودين هنا فرحانين، العوائل هم واطفالهم، باعتبار انه اليوم رغم الزخم اللي موجود ببغداد والازدحامات وانه ازدحام الاماكن، العوائل ما جاي تلقى متنفس، يعني يحتاجون بعد. هسه هذا الكورنيش انا اشيد على عمل القائمين اللي موجودين سواء رئيس الوزراء او باقي الجهات والمؤسسات المعنيه، لكن نتمنى انه ما يتوقف لحد معين، بقدر ما نقدر نستثمر يعني كرخ ورصافه، هاي الجهه بذيك الضفه، بالتالي نمتد به هناك حتى يكون يعني واجهه سياحيه مو فقط للعوائل العراقيه وانما للسائحين اللي موجودين والوافدين الى بغداد. متواصلين وياكم. خليكم معنا. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم والان مع السيد لواء حسين الخفاجي الناطق الرسمي باسم العمليات المشتركه. بدايه خلينا نبدا انه اليوم الافتتاح رسمي لو مو رسمي؟ يعني اكيد اكيد اليوم الفرحه كبيره. نعم. واكيد العوائل اللي موجوده هنا. نعم. تنطيك اكبر رساله بانه تواجدهم هنا هو رساله اطمئنان، تواجدهم هنا هو يعتبر فرحه ونصر الى قواتنا الامنيه والى شهدائنا وما ضحت به.
بنفس الوقت أيضا يعطيك رسالة بأنه هذا العيد مميز إن شاء الله سوف يكون من خلال العمل ومن خلال تكاتف كل الجهود، سواء القوات الأمنية أو الشعب أو حتى الإعلاميين اللي هم يعتبرون رافد رئيسي وأساسي لعملنا. لذلك أنا أعتقد بأنه الفرحة هي فرحتين، فرحة انتصارنا على التنظيم الإرهابي وفرحة العيد اللي هي أكيد لها طابع خاص وطابع خاص. الدرون الجاي يقول بهاي الأيام المضت أنه حتى الأماني يفترض نغيرها، إحنا ملينا أنه أمنية الأمن والأمان إن شاء الله ببلدنا، إن شاء الله نقول الأمن والأمان مستقر موجود ببلدنا الحبيب. يمكن اليوم العوائل العراقية فرحانة بهيك أماكن انفتحت ببغداد، سيما أنه حديقة الأمة عفوا شارع المتنبي، هذا المكان اليوم متنفس للعوائل، جاي نشوف ما شاء الله العوائل جايين وفرحانين هنا. الأهم من هذا كله هو أنت أنه تلاحظ الإمكانيات والقدرات اللي يتمتع بها الآن المقاتل والمواطن أيضا، والتعاون الكبير بيناتهم، فأعتقد هذا يعتبر نصر كبير. بالتوفيق إن شاء الله. شكراً. شكراً جزيلاً أستاذ لواء. نعم مشاهد الكرام، بالتالي إحنا أرجع وأقول وأعيد أنه موضوع أمنية تحقيق الأمن والأمان إن شاء الله تجاوزناها، إن شاء الله نطمح أكثر بافتتاح هيك أماكن ببغداد وبجميع محافظاتنا العراقية، لأن باعتبار إحنا اليوم العراقيين عانينا معانينا خلال الفترات السابقة، وأعتقد أنه حان الأوان، آن الأوان بأنه نعيش حياتنا مثل باقي البلدان أو على الأقل البلدان المجاورة. متواصلين وياكم، خليكم معنا. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وسلامة الأهل إن شاء الله وسلامة للجميع إن شاء الله والشعب العراقي خاصة. أنا أقول إنه هيك مكان العائلة محتاجة. أكيد. يعني متنفس جيد جدا للعوائل العراقية خصوصا وأهل بغداد يعني. مو؟ أكيد. يعني إحنا ممكن محتاجين هيك أماكن خصوصا إنه الفترات السابقة الماضية بغداد ما بيها متنفس غير المطاعم وكذا، ممكن واحد يروح هيك حدائق هيك متنفس ما موجود، نحتاج هيك شغل، نحتاج هيك عمل بالفترة المقبلة، خصوصا انه اليوم تواجدكم بهيك مناسبة العيد الفطر المبارك جميلة جدا ومهمة جدا بنفس الوقت. اكيد هذا الموضوع يعني ما يخص فقط العيد، يعني العراقي محتاج للنزهة. نعم. محتاج لهيك اماكن يعني مثل ما يقول للترفيه، على مثل ما ذكرت جنابك انه العراق مر بظروف صعبه، القاعده وداعش، فيحتاج انه للفرحه وللابتسامه وللمكان اللي يليق بالشعب العراقي. زين ارسلك سؤال. جواب. شنو تلعب بزغرك بالعيد؟ بالعيد يعني المرجاحه اللي كانت بالكاظميه تنشد. لا انا من بغداد، من مدينه الصدر. زين. بس كانت المراجع تنشد بالنخل، موجوده هاي سنه يعني بالتسعينات، انا مواليد 78. كبير ما شاء الله، الله يوفقك. طولت العمر بس ما مبين عليك. زين، اكثر عيديه جمعتها يعني بوقت هسه بالطفوله؟ بوقت متى الطفل متى تاخذ عيديات؟ هسه انت متى تطلع عيديات؟ اي والله صدق. أيه. يعني بالضبط يعني تجوز 4 دنانير 5 دنانير. انت بعهد الدينار. الدينار الحديد. قديم ها. انت قديم. الدينار الحديد. قديم. زين انطيت عيدية لحد هنا. والله لحد هسه يعني صارف على العائلة لو شنو؟ لا مو على العائلة، العائلة ابناء العائلة الموجودة. والله بعد ما رايح يعني، بس اليوم رحت لوالدتي وعندي 5 خواتي بعد ما رايح. صرفت لو بعده؟ لا صرفنا. اي ترى الخمسات والعشرات هسه علينا. ما تفيد هاي كلها خمسينات. هاي الخمسينات ما تفيد، لازم تطيب الجملة. اي أيوة والله، بس انا بالنسبة لي من خلال قناتكم انا منتسب في الشرطة الاتحادية. ان شاء الله. واتمنى انه انا هم يعني نزلت اليوم ان شاء الله، صار لي 14 يوم بالوحدة، فيا ريت انه عمي يباوعون للمنتسبين اخوتي من الشرطة الاتحادية. والله النظام البديل. نظام البديل يا أيوة نظام الله. البديل بايام العيد ضروري يعني لاجل اطفالنا، احنا مثل ما يقول قاتلنا، احنا من جرف الصخر للموصل التكريت الكركوك وتشهد لنا المعارك احنا شرطه الاتحاديه. ان شاء الله صوتك واصل. الله يبارك فيك. صوتك واصل، واتمنى لك ايضا عيد سعيد جميع عليك شاء. وعلى العائله جميع. شكرا جزيلا حبيبي. شكرا جزيلا. الله يسلمك. الله يوفقك. السلام عليكم عمو. عيدك مبارك. كل عام وانت بخير، صحه وسلامه. تعال هنا مبتسم فرحان بالعيد. انت هاي الفرحه لان صمت شهر كامل الاجواء حلوه. لا والله دا تحس بان اكو هناك اهتمام من قبل الدوله في اعاده الاعمار. زين. وهذا المرفق من المرافق المهمه
يعني أبو نقاس في الذاكرة العراقية وفي العائلة العراقية، فإعادة إعماره تعيد البهجة والبسمة للمواطن. شوف هذه العوائل الآن مكتظة تملأها الفرحة والابتسامة. نحن ندعو إلى الأمن والسلام والابتسامة من أجل رخاء البلد وسعادة البلد. فتحية لأمانة العاصمة ولكل الجهود المبذولة من أجل إشاعة المحبة والبسمة. زين، أنا دائما أسمعها من السابقين القدامى اللي بعمرك بجيلك يقولون أبو نقاس كان مو هيك، مو هسه على الوضع الحالي، على الفترة الماضية كان مو هيك، كان فترة السبعينات أحلى، كان فترة الثمانينات أحلى. اليوم نقدر نقول إنه أبو نقاس رجع لفترة الثمانينات السبعينات إن شاء الله. هذا العمل وهذا العمل. أبو نقاس من السبعينات كان محط أنظار العائلة العراقية وللعشاق وللمحافظات، يرتاد أبناء المحافظات هذا المرفق المهم ويتمتع بالمناظر الجميلة ودجلة، وكانت هناك الجازينات والأكشاش والأسماك وكذلك السواح الأجانب، وكل عربي كان يأتي إلى بغداد يأتي إلى أبو نقاس، السمك المزقوف وغيرها. فهذا كان من المرافق المهمة، وإن شاء الله يعاد بعد الإهمال، بعد سنوات الإهمال سوف تمتد له يد الخير ويد الإعمار من أجل إعادة الحياة إلى هذا المرفق المهم. شكرا جزيلا عمو. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم. مثل ما تشوفون اكيد انه العوائل العراقيه فرحه بوجود هيك منتزه، هيك يعني فد مكان انه يغيرون بيه جو، خصوصا بايام العيد. كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير ان شاء الله يا رب. الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله، والتوفيق للقناه. انا شو اسمها الايام الله يسلمك. جو العيد خصوصا السنوات اللي مضت، لا ممكن انه تروحون خطار او فد مطعم وكذا، ماكو هيك اماكن يعني بالعيد مفتقديها؟ والله بصراحه احنا اول مره نجي هنا. اول يوم ان شاء الله وجودكم خير، لانه اساسا يمكن المكان مفتتحي جديد. نعم ان شاء الله مو اخر مره. حلو المكان؟ والله حلو، كلش حلو. اهم شيء انه اكو شويه تغيير، انه على الشاط ومكان حلو. اصلا هي المنطقه كلش حلوه. زين التكليجه سويت لو ما سويت؟ لا لا، علي من بعيد انت سويت العاد؟ ايش ما سوينا؟ يعني بالعيد ما سويت شيء؟ ابد؟ وين لحق؟ زين، قبل كنت تلعبين بالعيد؟ من كنت صغيره؟ زحليقه. اه سمك سباعيه بابا. مرجوحه. مرجوحه. يهزونه درهم يمكن شو اسعارهن. زين. زحليقه. هاي داخل الفرع يعني ما نطلع متنزهات. اكثر عيديه اخذتيها زين؟ يمكن دراهم كانت. دراهم قليله. والاف. وبعدين توقفوا قبل ما يطونه. وهسه قمت تنطين؟ نطيهم وبعد ما بنطيهم جهال. اخذت عيديه لو لا؟ لا لا، انت قاسيه وياهم. لا جبتهم جابتهم يعني بس جابتهم غطيتهم. اوكي من المطعم. ها بالتوفيق ان شاء الله. اشكرك. شلون اجواء العيد؟ زينه حلوه. زينه اجواء العيد؟ اي حلوه. حلوه؟ رمضان كان متعب لو؟ اي ويا المدارس متعب. ها بس هو زين كان بمطر و اي ليش شوي جو بارد من زين. بس كسرت قلبه هسه والله. ما مطيت عيديه؟ لا ولا واحد؟ ابد. اه شلون هسه انا؟ هاي لازم ابكي، انا راح ابكي. لازم تطيح عيديه. انا راح ابكي هسه. ما حد مطيت عيديه؟ لا. خو ما انطيت عيديه انت؟ لا ما انطي. اي عافية عاشي، ما تطيح حد ما تاخذين. اي ابد. بالتوفيق ان شاء الله، شلونك حبيبي؟ زين. كل عام وانت بخير. وانت بخير. وين رحت؟ ها؟ وين رحت؟ والله هنا الملاعب الزهليقه. والدتك كانت تروح الزهليقه ما شاء الله، غير تطلع عليها المفروض الزهلق انت المفروض. اي كنا هناك كانت ملاعب. رحنا وين رحت؟ اول لعبنا مرجوحه وزهليقه. زين ايش قد انطوك عيديه؟ خلنا نشوف مطيته ولا لا. عسى ارجع البيت اليوم. ايه ما مستلم بعدني. ما مستلم بعدك لحد اليوم؟ العائله والله كسروا قلبه للامانه، ولا واحد ماخذ عيديه؟ لا شلون يعني والله؟ اسلم عليهم طيهم الف على كل واحد الف. من بيتهم اليوم؟ ايش قد تاخذ من بيبي؟ بيبي تعطيني 10 5. بيت خال وبيت عمو رحت لهم لو بعده؟ لا بعد هم يجونه. هناك الفلوس. هناك هم يجوكم؟ اي لا هم ذا يجوكم تختلف. يجون بيت بيبيتي. يجون بيت بيبيتي. وي انت لازم تروح من الصبح، شوف خلي اعلمك طريقه، لازم تروح من الصبح وتتزمهم حتى لو ما تحب خالك تشبه حبيبي. كل عام وانت بخير. يلا بالتوفيق، كل عام وانت بخير. صحة وسلامة. عادي يعني ما مستلم عيدية، مبين على وجهك. لا
لا مستلمي. ما شاء الله يا الله، من انطت؟ امي وابوي. امك وابوك، شفت كبرتي قبل كنت بالعيد ترى الحين مراجيح وتشوبي مو؟ ايه. هسه وين تروحين؟ ما ادري. والله عائله يعني ما يدرون لا ايدي. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. صحة وسلامة ان شاء الله. شو نقول يعني على العيد؟ شو نقول؟ شو نقول براتك؟ انت ما ماخذة عيدية ضايجة اكيد. لا ماخذة ماخذة. ماخذة عيدية. اي بس مو بس واحدة بعدني دا اجمعها. زيادة اخذت؟ 25. زين قبل اكثر عيدية جمعتيها ايش قد كانت؟ قبل؟ ما اتذكر والله. يمكن 10. والله ليش؟ 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 مو بنتي. ليش تقاسي؟ ليش تقاسي وياهم؟ هاي مو هاي خالتي. خالتك مو المفروض الخالة تنطي. قبل يقولون جهاز. المفروض الخالة تنطي. لا ما تنطيني ما تنطيني ما انطتني. لا بنتك امها. يلا هي البنات ما مطي عادي يعني. اي اي اللي كليجه شلونها؟ والله كل شيء انا اللي دريت عايفيها بالبيت وجايين. اي ام التمر ذو. والله ما ادري بعد ايام بيتي فقط ايش اسوي؟ والله هسه لا كليجه خطيه. كسر الاسنان. هاي البنيه لا كليجه لا عيديه. والله راح احب شلون على مكانك. والله ازعل والله معانات احنا عايشين معانات. نتمنى لكم عيد سعيد مبارك ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. وانت بعيد بخير. صحه وسلامه. اجواء العيد شلونها؟ الحمد لله زينه. والمكان حلوه كلش حلو المكان وجميل يعني اول مره جاي. انت شو مرتاحه وضحكين ايش قد ما اخذ عيدي؟ خير من الله. هاي ثقيله اليوم. اليوم العزيمه عليك. اهلا وسهلا. يلا بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام. بالتالي احنا نتمنى عيد سعيد لكل عوائلنا العراقيه اللي موجودين ببغداد وباقي المحافظات وجميع الامه الاسلاميه والامه العربيه. فختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. الى اللقاء.